السلام عليكم يا صبايا، كيف حالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير ومبسوطين. اليوم يوم خميس، وانتو عارفين يوم الخميس عندي كتير بيكون في اعمال في البيت، فطبعا حبيت ابدا نهاري بفطور لذيذ كده، وحبيت اغير شوي عن الفطور العادي. كنت نفسي اعمل هيك فطور تركي، فحبيت اعمل بصراحة الفطور هذا لانه دايما بشوفهم بيعملوه في الانستجرام وبيعملوا شغلات زي كده، افكار حلوة كتير وبتفتح النفس، فليش ما نعمل زيهم؟ ما احنا عندنا مكونات زي الموجودة عندهم، ليش ما ندلع حالنا زي ما هم بيعملوا؟ فانا عندي شوية هيك زريعة في الجنينة في صبارات وهيك، فكان المشهد كتير حلو والجو كتير حلو، فحبيت اطلع شغلات من اللي يعني مخزناها انا، بس بنزلها للضيوف او بنزلها للتصوير واعمل فيها هيك فطور بسيط هيك يغير نفسيتنا شوية. بجد كتير حلو انك انت تغيري من يعني طريقة الفطور او طريقة الغداء، خاصة الفطور لانه بتبدأ نهارك وانت مبسوطة لو عملتي شغلات من الموجودة عندك. شايفين يعني هي حاجات بسيطة كتير لكن بتعطي نفس هيك للنهار كيف يبدأ معاكي، بتعطيكي نفس هيك للدنيا، بتحسي حالك انت الك قيمة احسن ما انك تجيبي شغلات هيك دايما وتحطيها بس بخبزة وسندويشة على الماشي وتطلعي تجري. لا برضو نزلي من الشغلات اللي موجودة عندك بالبيت، دايما احنا بنشتري شغلات وبنكومها عنا بالخزانة وما بننزلها الا للضيوف، او مثلا لو بدنا ننظف مثلا قبل رمضان بدنا نعزل الخزانة. فلا انت نفسك الك عليكي حق انك تفطري افطار هيك حلو بتستمتعي فيه في اغراضك اللي انت بتشتريها وبتحطيها في الخزانة. كمان الغلبان زوجك يعني اللي بيشتري لك الشغلات هذه كمان من نفسه يشوف هذه الشغلات، الصحون والكوبايات يعني ياكل فيهم، مش كله للضيوف. للضيوف يعني برضو الضيوف مش احسن منا، يعني لازم احنا كمان ندلع حالنا شوي. فانا قررت خلاص بدي انزل كل الشغلات اللي موجودة عندي في المطبخ وامتع حالي فيهم، يعني انا وولادي وزوجي، ولما يجوا الضيوف برضه هم يستمتعوا وانا استمتع، يعني شو المشكله؟ فشايفين ما لازم انتوا تحطوا كل الشغلات اللي انتوا شايفينها هذه. انا حاطه لكم صور لفطور تركي، دايما بحبوا هيك الاتراك يبسطوا حالهم وبيستمتعوا بالالوان وبالخامات وبالشغلات اللي موجوده عندهم. فلا اي اشي موجود عندك، اي فاكهه، اي زيتون، اي جبنه، مش شرط الجبن، هم كتير بحبوا الجبن وبحطوا يعني بيبدعوا في الجبن اللي عندهم. لا اي شغله موجوده عندك بالثلاجه حطيها بشكل مرتب في صحون زي هيك وافطري انت وزوجك واولادك. هل طبعا ضبيت، بس بدي احكي لكم شغله قبل ما ابدا بالطبخه. هي الوجبه بتاعت الفطور التركي ايش مشكلتها؟ انك بتجلي نص المطبخ يعني، لكن والله عن جد غيرت نفسيتنا. فاعملوا زي هيك واعملوا صور كتير زي هيك، وروني كمان تطبيقاتكم على قناتي ان شاء الله. انا هعمل لكم باذن الله صفحه مخصوصه لقناتي، انا عندي صفحه خاصه بس ما عملت صفحه يعني عامه، وان شاء الله على الحساب الانستغرام برضو هصير انزلكم اياه عشان تحطوا لي صور لتطبيقاتكم اذا عملتوا هذه الفكره. هنا طبعا عشان في شغل ليوم الخميس على طول هعمل مكرونه، لانه المكرونه اسهل اكله. في حلة على النار حطيت شوية بصل على مادة دهنية، يعني حطيت بس شوية زيت بسيطة لأنه أنا عندي مطبقية شوربة فيها شوربة حبش أو الديك الرومي ودسمة كتير، فما بدي أكتر في الدسامة. وكمان طلعت لحمة كتير قليلة يعني ما كترت لأنه عندي شوربة كتير كتير دسمة. طلعت صدر حبش، طبعا كان قطعه مكعبات فمش هتبين اصلا في الطبخه، ففرمتها شويه في المكنه، فهذه حيله انك انت تكتري كميه اللحمه اللي انت هتحطيها بانك تفرميها ناعم. شايفين مطبقية الشوربة هذه عبارة عن خلاصة الديك الرومي، كنت عاملة وراك ديك رومي في ظروف حراري وحطاهم بالفرن مع خضار وطلعت منهم هذه الخلاصة. شايفين هذا دسم طبيعي من وراك الديك الرومي، فيعني كتير كتير طلعت طعمها خرافة. فليش أكبها؟ أنا دايما حتى لما أعمل دجاج بظروف حرارية برضو بفتح الكيس من الجنب وبطلع كل المية تبعته بصفيها وبحطها بعلبة بالفريزر. طلعت العلبة هذه وعلى طول هعمل منها المكرونة. هل جيت شايفين انا كان عندي برضو شغل شوية في المطبخ، عندي رف البصل توسخ كتير وتترب، فنزلته نظفته كل 10 ايام بعمل الحكاية هذه عشان ما يصير هيك مزيت ومدبق هيك ويعني مش لطيف شكله. فغسلته ونظفته كلور وهيك، وكمان كان عندي فرشة بنتي برضو كانت متوسخة، فانا حبيت بس اديكم فكرة كيف احنا بننظفها. عندي فرشة هي خربانة، هذه عفوا شوكة خربانة، بحطها على طاولة المطبخ من الشباك من ورا، يعني على شباك المطبخ من ورا، بشيل منها الشعر عفوا وبرمي، وبعدين بحط نقطتين مزيل دهون في الفرشة من جوا وبخليها تنقع على جنب. بعدين بفرشة اسنان تحت المية السخنة بضلني افرشش فيها لغاية ما تنضف وتصير زي الفل. هلقيت حطيت اللحمة على البصل وقلبتهم لغاية ما دبلت اللحمة شوي، وبعدين حطيت مطبقية الشوربة على نار هادية وخليتهم لغاية ما دابوا على الآخر. وفي الوقت هذا طبعا هسلق المكرونة، وكمان طلعت على الصالة
انتوا عارفين يوم الخميس انا بحب امسح البيت واركب على الغسيل عشان يصبح. يوم الجمعة ما عليا لا غسيل ولا عليا مسح للبيت. طبعا ايد في المطبخ بتبقى وايد برا، فعشان هيك بيكون يعني اليوم معاكي ماشي صح. يعني بتغسلي اول اشي وبتشطفي، وبعدين بطلع فرشاتي برا يتشمسوا، بعدين بفوتهم على البيت وهو ممسوح ونظيف، والحصيرة نظفتها وغسلتها يعني مسحتها من الوجه ومن الظهر. هنا برضو فتت بعد ما خلصت في الصالة لقيت شوية شغلات تحت الحوض مليانة، يعني برطمانات، اشي فيه شوية زيتون اخضر، اشي فيه شوية زيتون اسود ومخلل الخيار، يعني برطمانات مليانة وما الها لازمة. هوريكو ايش عملت فيها. هلقيت بعد مساحة الشوربة سبكتها كويس وحطيت لها معلقة صلصة واحدة وشوية ملح، وطبعا براد الشاي تبع الصبح لازم ما يضلوا هيك على الغاز، لازم طول ما انا واقفة اسخن واشرب شاي للأسف. فهلقيت شايفين البرطمانات، نظفتهم كلهيتهم وخلحين هضبهم في غرفة المونة، فمش لازم يضلهم تحت الحوض ماخدين وسع كل واحد فيه شوية شغلات، لا بغسلهم وبضبهم لموسم الزيتون الجاي. شايفين الفرشة بعد ما حطيت عليها مزيل دهون، عشان أنا بنتي بتستخدمها برضو بتحط زيوت وشغلات على شعرها فبتتوسخ على طول، كل 10 أيام بعمل القصة هذه بتصير زي الفل. وبعدين بحطها بعد ما اغسلها بحطها على شباك المطبخ عشان الشمس يعني تضربها شوية وتعقمها. هنا أنا لميت في هذا الكيس كل الكراكيب اللي كانت تحت الحوض، وهذا كيس البصل بس تنشف شبكة البصل هحطه فيها، وهفضي الطماطم هذه والكتشب والشغلات هذه وارجعهم مكانهم. هنا شايفين يعني الصوص تبع الشوربة بجد كان تحفة والله، كانت طعم الشوربة مندي، هي كانت لان انا كنت عاملة مندي وعملت له فحمة، فشوفوا طعم المكرونة طلع خطير، طلع طعم المكرونة زي المكرونة اللي بيعملوها اخواننا في الخليج العربي، يعني زي مكرونة الامارات وهيك، فيها نكهات قوية يعني كتير كتير كانت لذيذة، طلعت تحفة. لقيت بعد ما تغلي عليها شوية الشوربة هوطي النار على الآخر لغاية ما تتسبك. هنا فضيت الشبكة بس ضل عليا أجلي الحلة اللي فيها كانت الشوربة ومصفة المكرونة وأطلع عفوا الزبالة. هنا هرتب بس شوية، أنزل هدول الأغراض تاعت مزيل الدهون والمعقم وهيك أحطهم في الحمام. وهنا كانت المكرونة عملتها بحلة واحدة سهلة على طول، هاخد الفوطة هذه وأغسلها تاعت الغاز، ورجعت الشبكة زي ما هي وحطيت فيهم شراشف كانت قديمة عندي، كنت أنا حاطة يعني أكياس هيك جامدة، أكياس محلات واللي بنجيب فيها الملابس يعني، فكتير جامدة فما بتسرب رمل لتحت، كنت حطاها بس غيرتها لأنه حطيت شبكة البصل فوق الطاولة اليوم عشان أحسن من أنه تضلها على الأرض على الأرض يعني. هنا هذا الكيس أنا بحط فيه الخبز المحمص عشان أعمله بقسماط، كمان غسلت شبكة المعالق شايفين صارت المعلمع والفرشة وكل إشي. وهالحين هطلع على الصالة، فرشت بعد ما مسحت الصالة وغرفة الأولاد فرشت الحصيرة شايفين كيف بتلمع، عملتها على الوجه الثاني، يعني الوجه اللي بيبقى عليها الأسبوع اللي فات بقلبه وبغسلها وبرجع بمسحها من فوق بوجه جديد، بحط الوجه الجديد عشان ما تدوب. هنا أنا حاطة هذا الكرسي على باب البيت لأنه عندي بنتي بالكريجة بتمشي بخاف تطيح من على الدرج، فبحط لها هذا الكرسي. هلقيت شايفين مسحت غرفة الأولاد وشلت كل الأغراض موجودة تحت حطيتها على السراير لغاية ما تنشف بس الأرض، بعدين أرجع كل إشي مكانه. وهنا الغسالة بس ضايل كان عليا دور واحد وأخلص، وبعدين بحط الأشياء كلها في الصالة وبفرش البيت على نظافة. وفي هذا الوقت خلصت، وكنت كمان عملت كيكة حلوة كتير، كيكة الإسبريسو، هلقيت أوريكم إياها. وخليت أبو كرم يعملنا شاي على النار وقعدنا برا وأكلنا الكيكة وشربنا شاي وكمان عملنا قهوة، شايفين ما احلاها. هذه كيكه الاسبريسو، نفس كيكه الشوكولاته بالضبط، بس بدل ما احط عليها قهوه عاديه حطيت عليها باكيت اسبريسو، موجود هو الباكيت الطويل هيك طوله زي عقله الاصبع واسمه اسبريسو، مكتوب عليه اسبريسو، غامقه كتير هذه القهوه وريحتها قويه، بشكل عنا بنباع، اذا موجوده انتم عندكم بالدول العربيه الثانيه، احنا عنا بفلسطين معروفه يعني كل الناس بتعرفها. حطيت في المكونات نفسها اسبريسو، وفي حطيت كمان ربع معلقة على التغليفة من برا. شايفين الكيكة كيف بتكون من جوا، يعني والله مش عشان أنا عاملاها، يعني بتكون زي المحلات وأزكى من المحلات ومئة مرة. كتير بنات جربوها وكتبوا لي بالتعليقات إنه كيكة الشوكولاتة تحفة، فما بالك لما تحطي عليها أطعمة زي هيك. يعني كيكة الشوكولاتة بالذات كيكة الحلة المصرية أنا عاملاها في قناتي، ارجعوا للفيديو شوفوها، شايفين كيف بترتفع وبتكبر معاكم. وهنا انا كنت جايبه لها شوكولاته جالاكسي خام مره جدا مع الاسبريسو، طلعت تحفه خرافه. وحطيت على الصوص من برا برضو شويه اسبريسو
وكملت عادي باقي المقادير واكلناها في الهوا برا، استمتعنا فيها روعة روعة يا صبايا، بنصحكم تجربوها. وهيك عملت يوم بسيط ولذيذ، واستمتعت انا واولادي باكلة بسيطة واجواء حلوة وفطور رائع زي ما حكيت لكم. طلعوا الشغلات اللي مخزنة بالخزانة واستمتعوا فيها، حتى لو تكسرت ما تخافي على شغلتك تتكسر، لانه حتى لو تكسرت كتير في شغلات هلقيت طالعة في السوق، لازم الواحد هيك يجدد. يعني ما تحتفظي في شغلتك في الخزانة وخايفة عليها تخرب، خليها تخرب وتتكسر، بس المهم انت انبسطي وابسطي حالك. هيك كان فيديو تبعنا لليوم، اذا عجبكم دوسوا لايك، ورجاء دوسوا لايك لانه انتم بتقولوا لي ليش بتغيبي يا رشا، لانه انتم ما بتساعدوني باللايكات. دوسوا لايك وشجعوني. شكرا لكم حبايبي، وشكرا لمتابعتكم، ومع السلامة.